يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطلق عند الأطباء مصطلح طبي وهو كلمة عيب خلقي. ها؟ يعرف عند الأطباء مصطلح طبي وهو كلمة عيب خلقي، فهل هذه العبارة جائزة؟ نعم، عيب خلقي يعني نقص في الجسم، مثل عرج، مثل عمى، مثل شلل، عيب خلقي لا بأس، ما في شيء، يعني خلقته ناقصة فيها عيب حكم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائل يقول تزوجت بامرأة مسلمة ولكن ولي، ما هو عيب في الخلق، خلق الله عز وجل، هذا عيب في الخلقة، خلقة الجسم. نعم.